السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. الوصفه تاع اليوم ان شاء الله راح تكون المشوك كما راكم تشوفوا، يعني يجي يذوب في الفم ومعسل حتى لداخل. مقادير جد بسيطه، وصفه سهله وتقطع كميه معتبره. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. وقبل ما نبداو الفيديو نقولكم الى كان اول مره تدخلوا القناه اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش جامل الفيديو ونشوفوا مع بعض المقادير وطريقة التحضير. نبدأ على بركة الله في المقادير. عندي 125 غرام مارغرين تكون درجة حرارة المطبخ، 50 غرام سكر ناعم ما يعادل 3 ملاعق كبيرة، 2 صفار بيض، نص كاس كاوكاو يكون محمص وملحي، زوج كيسان فارينة، ملعقة صغيرة خميرة الحلوى، وملعقة صغيرة لافاني، ورشة تاع الملح. ندير هنايا السكر الناعم مع المارغرين، نزيد عليهم 2 ملاعق كبيرة زيت. هنايا الزيت دايما تعطينا هشاشة للحلوى تاعنا. فوالا نخلط هاد المكونات. وهنايا اللي يحب يضاعف الكمية يدير 250 غرام مارغرين ويضاعف كامل المقادير. نخلطهم مليح حتى يتجانسوا مع بعض. نضيف 2 صفار بيض ولافاني ونكمل نخلط حتى نتحصل على خليط يكون كريمي. راح نضيف هنايا رشة تاع الملح ونزيد نص كاس كاوكاو يكون محمص ومرحي. هنا من الافضل نحمصوه شويه هكذا باش يمد لنا البنه. نخلط مليح. وهنايا نبدا نضيف في الفرينه. ندير الكاس الاول وملعقه صغيره خميره الحلوى. فوالا ونخلط مليح. هنايا نلمها غير بالاصابع. راح نضيف الكاس الثاني، ما نضيفوش على مره، نضيف نصف الكميه ونشوف على حسب الفرينه، كاين اللي تشرب كاين لا. نبقى نلم فيها. وهنا لازم تحصلوا على العجينه تكون طريه، ما لازمش نشفوها بزاف باش يجينا المشوك تاعنا يجينا خفيف. راح نضيف لها كميه صغيره. بعد نقلم فيها حتى اللي نتحصل على عجينة تكون طرية. فوالا بهذا القوام نشكلوها بكل سهولة، ما تكونش تتلاصق في اليد وتكون طرية. هنايا بعد ما نكملها نشكلها كما راكم تشوفوا هنايا دات لي زوج كيسان، بقات لي غير مغرفة كبيرة من زوج كيسان. هنايا كما راكم تشوفوا بعد ما كملت كامل شكلتها هنايا دوائر، الوزن تاعهم 30 غرام. وعندي كميه تاع الكاوكاو اللي كنت رحيتو خشين كما تعلمتني نديرو به المشوك. وهنايا عندي البياض البيض درت عليه ملعقه صغيره تاع لافاني ونخلطو مليح. ونبدا نحط بالوحده في البياض البيض بهذه الطريقه، نقطرها من البياض ونديرها في الكاوكاو ونرمدها مباشره، ما نخليهاش تبقى، يعني ما خليهاش تقعد سينو البيض البيض راح ينشف والكاوكاو ما يلصقش فيها. فوالا نزيد نلصق هكذا الكاوكاو بيدي وراح نتحصل على هذه الحبه. فوالا نكمل الكميه كامل بنفس الطريقه. والكاوكاو تاعنا هنايا ما نحمصوش، نرحيوه برك ونخليوه كيما راه. فوالا بهذه الطريقه باش كي ندخلوه للفرن ما راحش يتحمر لنا بزاف. وهنايا بعد ما شكلتها ودرتها في السنيوه وكنت شعلت الفرن تاعي على 180 درجه. وهنايا اللي يحب يزينها بالكرز المصبر ولا بالكاوكاو، انا فضلت نخليه هكذا ما ندير له والو من الفوق، وندخله للفرن حتى اللي يدي لون ذهبي. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا بعد ما طاب
ده لون شباب يعني لون ذهبي، ما نخليوهش يطيب بزاف بزاف. كي نشوفوه طاب من التحت نزيدو نشالولو من الفوق حتى كيدي لون يكون شباب ونطفيو عليه. وهنايا راه سخون، راح نجيب العسل تاعي هنايا وهو سخون مباشرة. نجيب العسل تاعي بعد ما كنت دفيتها برك، منسخنهاش بزاف غير ندفيها باسكو كانت ثقيلة بزاف، ونحطو لداخل ونخليه يعني بضع دقائق حوالي ربع دقائق. وهذا الشكل النهائي تاع المشوك تاعي بعد ما كملتو، كملت عسلتو كامل ودرتو هنايا في الكيسات. وكما راكم تشوفوا اللون تاعو جاي ما شاء الله. راح نقسم معكم حبه جاي يذوب في الفم ومعسل حتى لداخل. والمشوك تاعنا كي نشوفوه مشقق يعني الوصفه تاعنا راهي ناجحه 100%. المشوك يعني كي ما يكونش مشقق مليح راح يجينا شويه ناشف لداخل، يعني العسيله ما راحش تدخل له مليح للداخل ويجينا ناشف كما هكذا. هذه هي الوصفه تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله يكون نال اعجابكم. والمشتركه اللي طلبته مني تكون في المشاهده وتجربوا ويعجبها ان شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، ما تنسونيش بجام والاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد، والى وصفه اخرى باذن الله. مع السلامه.